معايا عبر الهاتف الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل. اهلا وسهلا بحضرتك، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة. اهلا بحضرتك صبري بيه. اهلا وسهلا وسهلا بيه حضرتك استاذ المشاهدين. دكتور صبري، يعني خلينا نقول ان مثل هذه الواقعة في مثلها اكيد موجود في المجتمع، لكن ازاي بنواجه مثل هذه الامور؟ خلينا نقول لحضرتك استاذ بيه، احنا زي ما حضرتك قلت بالظبط، احنا امس رصدنا هذا الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، وتواصلنا مع مكتب معالي المستشار النائب العام، وتقدمنا بالفعل بلاغ معالي المستشار النائب العام وتباشر نيابه حوادث جنوب القاهره تحقيقاتها، وتم القبض على المتهم بالفعل بعد ما كان بيحاول الهروب ومتخفي في احد المساكن ودائره المعادي واتقبض عليه. ثم منذ قليل وزاره الداخليه اعلنت ان هي توصلت للبنت، والبنت في طريقها لعرض على النيابه، وان شاء الله هنكون موجودين لتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي اللازم لحاله الطفل والتوصيه بشانها، وعما اذا كانت معرضه للخطر مع اسرتها من عدمه. البلاغات ما حضرتك قلت يا استاذ بيه دي مش اول واقعه، وطالما احنا ما عندناش توعيه كافيه ومفيش تغليظ للعقوبه، من المتوقع مش اخر جريمه تقع على ميزان. طب هي العقوبه انا عارف انها بتصل احيانا ل 50,000 جنيه واحيانا بتصل لخمس سنوات سجن. لا يا فندم، احنا هذه الجريمه هي جريمه هتك عرض وفق الماده 269 من قانون العقوبات، العقوبه تصل فيها للسجن المشدد مده لا تقل عن 7 سنوات. الواقع بالنسبه لنا يا صبي دي واقعه هتك عرض مش تحرش. طيب يعني هنا بسبب، وده بسبب انها موجوده ومثبته على الفيديو. لو ما كانش الفيديو موجود كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ في مثل هذه الجرائم للاسف بيبقى الاثبات فيها بيبقى صعب شويه، هنحتاج ادله وهنحتاج شهود. لو كان السيدتين الفضلتين اللي كانوا موجودين في المعمل الطبي ما كانش في الكاميرا وما شافوهاش، ما شافوش على الكاميرا الوضع، وكانوا شافوه عادي رؤيه نظر عاديه، كان الامر يبقى شهاده النيابه والنيابه كانت تاخد بشهادتهم طبعا. لكن للاسف في وقائع زي دي كتير كده، شخص على هذا الحال مش عاوزين نقول عليه بني ادم يعني يمارس هذه الافعال. لو ما فيش للاسف شهود احيانا ممكن ما اقدرش نثبت حق الطفل او الطفله اللي تعرض لهتك الأرض. طيب ايه اللي ممكن يتعمل، يعني ايه اللي ممكن يدخل في القانون بحيث يكون، طبعا مش عايزين ان يبقى في واحد بريء وتثبت عليه تهمه ظلما، ولكن مش عايزين برضو كم من الناس اللي تبقى ارتكبت مثل هذه الافعال وتفلت منها بسبب ثغرات في القانون. ايه اللي مطلوب تعديلا غير تغليظ العقوبه، لان تغليظ العقوبه دي خطوه ثانيه، لكن الخطوه الاولى عشان خاطر يتم الاثبات بشكل افضل او ايسر بحيث لا يفلتوا من جرمهم. لكن الاثبات مثبت في قانون الجرائم الجنائيه ومثبت بشهاده الشهود، مش زي ما دي عموما بنتكلم في مثل هذه الوقائع هذه الجرائم بيثبت. حضرتك بتقول لي ان احيانا شهاده الشهود بتبقى ممكن يفلت منها. لو الشهاده ضعيفه او ما كانش شاهد رؤيه، شاهد سمعي او ما شافش الواقع، بالتاكيد ما بيقدرش نثبتها عليه. لكن الاهم من الاجراءات في قانون الاجراءات الجنائيه، الاهم يا استاذ بيه في البدايه توعيه الاسر، الوعي اللازم للاطفال ازاي يتعاملوا مع الغرباء، ازاي يتعاملوا مع اقاربهم نفسهم، حدود المعامله ايه. لازم نعرف الطفل والطفله معا على حد سواء، حدود جسده، الحرمه لجسده، ما فيش حد يلمسه، ما فيش حد يقرب له. لو في مثل هذه المواقف احد الاشخاص استدرجهم مع خصوصيه حاله الطفله اللي بجنى عليها في واقعتنا، ان لو حد قابله في الشارع او حابب يكلمه او يستدرجه يتعامل معاه ازاي، يستدعي لو بالصراخ حتى في الشارع يلفت انتباه للناس، ما يمشيش مع حد لو شاور له او راح له. كل دي امور توعيه. وكمان على المقابل اخر زي ما قلت لحضرتك محتاجين تغليظ، لان العقوبه احنا زي ما بنتكلمش على واقع تحرش طفل الشخص المعادي ده النهارده، احنا بنتكلم لو قلت لحضرتك بس من خلال احصائيات خط نجدة الطفل الشهرين اللي فاتوا يناير وفبراير بدايه العام، لدينا 105 بلاغ وقائع اعتداءات جنسيه بين تحرش وهتك عرض على اطفال؟ على اطفال يا فندم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. زي الصبيان في نفس اليوم اللي احنا بنحقق فيه حضرتك الواقعه دي، واقعه المعادي، لدينا واقعه في مدينه الصف، 3 شبان استدرجوا 3 اطفال ذكور. لا اله الا الله. وفي احد المناطق النائيه واعتدوا عليهم. لا اله الا الله. مش عايزين نقول ظاهره عشان ما نخوفش الناس، لكن برضو الناس هو شيء موجود في المجتمع ولابد من مواجهته، ومواجهته بعنف يعني مجتمعي. بعنف، واتفق مع مقدمه حضرتك، القصاص ملوش حل. فكره ان احنا نستر عليه ما نسترش عليه، ده واجب علينا انه الردع مش هيتحقق الا، اسف التعبير، بفتح هذا المجرم، وانه ياخد عقوبه يستحقها، اللي استغل
رأت طفلة صغيرة ومبني عليها في المجتمع ظروفها الاجتماعية اضطرتها انها تقف في إشارة تبيع مناديل بغض النظر عن التفاصيل. ما هو ده دكتور النهارده واحنا بنتكلم بنقول التوعية وللأسر وللأطفال وان هم كذا، التوعية دي هتوصل ازاي لطفلة امها اذا كانت امها فعلا مش عارف ثبت انها امها ولا لا اللي معاها ومنزلاها تبيع مناديل في الشارع حتى لو كانت هناك الحاجة، ولكن هذه الطفلة واقفة في هذا المكان تتعرض لكل شيء، ازاي التوعية توصل لها؟ مع الاعتراف ان التوعية في مثل هذه المواقف تبقى صعبة، لانك ان الاسر اللي في الشارع معها طفل بهذا الشكل او بتستغله في عمل تسول او ما شابه ذلك، فكرة انها تتقبل من حضرتك النصيحة صعبة، لكن زملائنا سواء في جميع الحماية او في الجمعيات بيتواجدوا في معظم الاحيان في الاماكن اللي فيها تجمعات اطفال بهذا الشكل، ما بين ان احنا نقدم التوعية للطفل اذا كنا نشوف له حالة احسن او انه ما يمارس نفس العمل، او توعية للاسر نقدر نساعدك ازاي، وكمان توعية للاطفال ما حدش يقدر يستغلهم، لكن الصعوبة هتبقى ازاي نتعامل مع طفل في الشارع مجرد الكلام معاه احيانا بيخاف من حضرتك هيطلع يجري، ده يعني هو شايفك ان انت ممكن تضره مش بتساعده. بالتأكيد، وهنا هيبقى دورنا دور المجتمع، ونشكر الموقع التواصل الاجتماعي والميديا ودورها النهارده في كشف هذه الجريمه، انه دايما يبقى في توعيه للجرائم تساعد على اننا نحد من الجريمه الاشخاص اللي مرضى، ودول حقيقي مرضى تحرش جنسي بالاطفال، ده مرض وده معروف نفسيا، معروف على مستوى علم النفس، يبقى عندهم يعني ردع ان ما يكررش هذه الجريمه، لان في ناس بترعبهم، في ناس بتشوفهم، في ناس ممكن تفضحهم لو اتشافوا في اي مكان ممكن يستغلوا اطفال على مثل هذه الحاله.